اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى عدد جديد من برنامج صالح جدا. موضوعنا في عدد اليوم الذي ياتيكم من ولايه البيض سيكون حول امتحانات شهاده البكالوريا، حيث سنقترب من التلاميذ ونرصد ارائهم وانطباعهم حول مواضيع الامتحان خلال اليوم الاول، تابعوا معنا. كان موضوع في متناول الجميع، وتقريبا داروا لنا الصوالح اللي درسناهم فصل الاول والزواج، ما كانش حاجه جديده وان شاء الله ربي يجبرني التوفيق. كان اختبار في متناول الجميع وكنا متوفقين فيه ان شاء الله، وكان سهل ما كانش صعيب، ان شاء الله ننجحوا توفيق الجميع. السوجي كان في متناول الجميع وكاع الناس قدرت تجاوب عليه، الناس كاع تفاعلت، زعما تفاعلت مع السوجي وكانت كاع تقدر تجاوب معدل مليح، والاستقبال كان مليح في المؤسسة، استقبلونا استقبال مليح، ما من كنا في راحة نفسية مليحة، قدرنا نجاوبوا، قدرنا ندو معدل مليح. الأسئلة جاءت من الفصلين الأول والثاني، ولم نشاهد أسئلة لم ندرسها في الموضوع. كل شيء كان واضح ان شاء الله. بالتوفيق لكاع التلاميذ، نتمنى لكل واحد تعب يدي باكه وينال معدل مليح وفرح والديه. اجراءات جيده وبروتوكول كان في مشكور الاعوان الذين قاموا بهذا البروتوكول الجيد، وصحتنا وصحه جميع الناس. كان استقبال جيد من طرف الطاقم واحترازات ملتزمه من الجانب الصحي. كانت النفسية في بداية في المرحلة الأولى كانت جد مضطربة وخوف شديد، لكن مع بفضل مراجعة الدروس عندما دخلنا إلى المؤسسة اللي كاينة نعيد المراجعة، كانت النفسية بدأ الخوف يقل، وبعد ذلك عندما رأينا الموضوع كان جد سهل وكان في متناول الجميع، يعني كانت أسئلة مباشرة. حيث كانت الأسئلة من الفصل الأول والثاني فقط، والأكثرية من الفصل الأول، وقد كان متناول من طرف جميع التلاميذ. طيب كان رأيي حول الموضوع كان سهل بسيط لجدة، مالغري كانوا الحالة النفسية تاعنا مضطربة وبصعب، بفضل التحفيز وكان فضل التحفيز قدرنا نتجاوزوا هذه المرحلة والحمد لله. وكان سوجي في القمة، يعني أي واحد فينا يقدر يجاوب عليه بدون ارتباك. ما جاني سهل الحمد لله، ما كناش كما كنا متوقعينه، جانا سهل مليح في متناول الجميع. بصح شويه النفسيه كتعرف في الكورونا وكاع، كاين كيما انا عندي بزاف من العائله تاعي ماتوا بسبب كورونا، شويه كنا هايبين هكا، بصح الحمد لله. يعني داروا لنا كاع الاجراءات الوقائيه، خص بروتوكول بافيت، ما خصنا والو. الاجواء كانت مليحه، كنا عيا تاع السيمانه كنا نوجدوا كاع، شاهي المواضيع في متناول الجميع. كانوا كاع بحال داروا لنا كاع الاجراءات، التعقيم، عطاونا كمامات، قالوا لنا تباعدوا. كانت الاسئله من الفصل الاول، بريز كاع من الفصل الاول.